الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: أسعدك الله ووفقك، البعض يشتري له البنك منزلا بمبلغ 800,000 ريال والفوائد 400,000 ريال، فيكون مجموع الدين 1,200,000 ريال، فهل هذه المعاملة ربوية؟ بورك في الجميع. الجواب: تكون ربا إذا أعطاك المبلغ نقدا، فحينئذ يكون هذا من الربا. وأما إذا أعطاكه تورقا فلا بأس، بمعنى أنه اشترى هذا البيت وتملكه تملكا كاملا، وخرجت أوراق تملكه من جهات الاختصاص، يعني من كتابة العدل، وأن الصك قد تملكه البنك تملكا كاملا، ثم بعد ذلك باعك هذا البيت بالقيمة التي يراها البنك، طبعا لا بد أن تكون بزيادة، فإن هذا لا يعتبر من الربا، لا يعتبر من الربا، وإنما يعتبر من بيوعات التقسيط، يعني أنه قسط عليك البيت، فهو لم يعطيك المال في يدك نقدا وعدا، وإنما أعطاك بيتا وأنت تدفع ثمن هذا البيت، فلا حرج في هذه المعاملة، والله أعلم.